وكمان كان في تطبيقات ليكم في منتهى الجمال. اسمحوا لي بس هعرض منها شويه صغيرين، لا مفيش وقت ان انا اعرض ما شاء الله كميه الصور وكميه التطبيقات اللي جات لي من كل حبايبنا اللي عملوا مسحوق الاوتوماتيك في البيت، عملوا صابون المواعين، عملوا شاور جيل، زي ما هنشوف كده مع استاذ احمد ينزل لنا كده جزء بسيط من التطبيقات. مين معانا؟ قولوا لي الاسامي يا اولاد. ده اول، بصوا شفتوا الصوره اللي فاتت عملته لونين كمان، اسراء منا قولوا لي الاسامي. ودي كده الصوره الثانيه كمان، بصوا دي ام رامي، تسلم ايديك يا ام رامي. الصوره اللي فاتت عايزين نرجعها تاني بعد اذنك، بعد اذنك يا استاذ احمد. دي كانت مين؟ اسم مين يا منا؟ اللي عملت لونين ام كريم، عملت الازرق وعملت الاصفر زي ما انتم شايفين، شفاف وعامل رغوه جميله ازاي ما شاء الله عليها. مين تاني؟ يلا اسماء عمر، عملت حتى المسحوق في اكياس برده كده ما شاء الله عليكي. مين تاني يا جماعه؟ شايفين الفرحه الحلوه بقى، الناس الحلوه اللي قامت على طول على طول عملت التطبيقات وعملت المسحوق بالشكل ده، الله ينور. في تاني؟ في صور تاني؟ يلا وريني يا منى. جيهان، بصوا جيهان كمان عملت الازايز جميله ازاي. اظن يا جماعه اهو انتوا، اهو يعني انتوا عملتوا كل الجمال ده في البيت. بصوا الحلويات، منال تفتح مشروع، منال ما شاء الله. شايفين الازايز وشايفين الاكياس عامله ازاي، تقل الصابون المواعين عامل ازاي، والرغوه اللي على الوش عامله ازاي، حاجه روعه بمنتهى البساطه، كلها مكونات من مطبخك من البيت، ما جبناش اي حاجه اضافيه. فالله ينور. اسمحوا لي الناس اللي ما عرضناش التطبيقات بتاعتها، معلش سامحوني عشان بس الوقت، لكن كلها كلها في منتهى الجمال، الله ينور عليكم.